داعش. مين داعش؟ داعش دول عايزين فين؟ عايشين فين؟ هذه القلعة العائمة الحصينة جزيرة سالودو، وهي تحتوي على أحدث الأجهزة العلمية والحربية التي عرفت في العالم. داعش مش كده خالص يا جماعة، عشان نعرفهم كويس لازم نروح لهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاقي بعد اذنك بس الخلافه الاسلاميه بتاعت داعش منين؟ بعد صدرتي في الاسلام. يعني الاقي داعش بنفسه؟ يا عم ايوه. طب يعني هلاقي هناك بقى رشاشات ودم وبيبيعوا ستات وكده ولا؟ انت عايز ايه يالا؟ هو انتوا ليه وشوشكوا سمح؟ يا لك من غريب، كيف تتجرأ وتدخل علينا؟ أو الصق شهادة غير كافر. لمن يهم الأمر نعلمكم أن المدعو ابن من أهالي قد حضر دورة استتابة واتمها بتقدير جيد، وبناء على ما تقدم قد منحناه هذه الشهادة التي تثبت أنه غير كافر ويمنع جلده أو صلبه أو حتى نكحه. نكحه؟ لا 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 لا. وجلابية حمرا رشاشات. هو انتوا فين هنا؟ الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش سكان الموصل مدة عطلة عيد الفطر لتقديم كل فتيات المدينة لجهاد نكاح جماعي. اهو ده الجهاد. صوروه طلعوا له رخصة. طب ما الناس حلوة اهي، بس الناس دي لو جت مصر هتعمل ايه؟ السلام عليكم. هو دي انا رايح فين؟ انت مخطوف. مخطوف ايه يا عم؟ مش انا خدت الصك؟ يا ابني احنا تنظيم، يعني نقتل نسرق ناكل عيش منين؟ طيب يا باسم، يعني يا باسم احنا نطير دماغه، احنا نقيم عليه حد الحرابه، احنا ناخد كليته ونرميها في جاز، احنا نقطع دراعه. انا من رايي نقطع. لا يا راجل مش للدرجه دي، دي مؤلمه قوي. فين داعش؟ داعش راحت فين؟ مفيش داعش والله. انا داعش ومش داعش. ايه السخافه دي؟